نصير معكم سويا هنا في المراكز العشرة الأولى المنطلقة بتحديات هذا المساء. نتابع تدورة هذا الشوط في هذا الانطلاق المميز هنا والمقدمة، وهناك سيارة للفائز بالمركز الأول. نتابع هنا المركز الأول وصدارة هذا الشوط والمقدمة. نتابع شواهين نايد بن مسلم بالزفنة العامري على صدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني تأتينا هنا أمجاد سالم بن حمد بن علي الدرعي على ثاني المراكز. المركز الثالث شقرة حمد بن محمد بن سيف النيادي تأتينا على المركز الثالث. والمركز الرابع، المركز الرابع والمنطلقة هنا تأتي الضبي عيسى بن سالم بن معصم الحميري على المركز الرابع. وخامس المراكز ثروة لمحمد بن سيرع العوية العامري تأتينا هنا بانطلاقتها على المركز الخامس. المركز السادس شعار بن خالص من يأتي من الجانب الآخر بهذا الانطلاق، ولكن أرى التسلل هنا من التماس عبيد بن ربلي بن محمد العامري تأتينا سابعا. والمركز الثامن، المركز الثامن الوصول من قبل انذار محمد بن حمد رعشيجة العامري تأتي بانطلاقتها ثامنا. وفي المركز التاسع، المركز التاسع هنا مناعة محمد بن ناصر بن عوضي المنهالي، وعاشر مراكزنا هنا المنطلقة بهذه اللحظات أوزان لسالم بن عامر بن راشد المدهوشي من تأتي على المركز العاشر. هذه نتائجنا للمراكز العشرة الأولى. أعود إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى اندفاعة هنا وانطلاقة مشاهدينا ومتابعينا الكرام في هذا الأداء المميز. عار نايد بن مسلم بالزفنة العامري على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. تسيطر هنا شواهين على صدارة هذا الشوط وعلى المقدمة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني، المركز الثاني ثروة محمد بن سهير راعي العوية العامري تأتينا ثانيا. والمركز الثالث، المركز الثالث الظبي عيسى بن سالم بن معصم الحميري من تأتي على المركز الثالث. والمركز الرابع، المركز الرابع هنا الوصول مشاهدينا الكرام مزون سعيد بن محمد بن خالص العامري مع مزون من تنطلق على المركز الرابع. وخامس المراكز، المركز الخامس هنا التماس عبيد بن ربلي بن محمد العامري مع التماس المنطلقة سادسا. وفي المركز السابع محمد بن ناصر بن عوضي المنهالي يأتينا هنا سابعا. المركز الثامن سالم بن عامر العامري هنا مع أوزان من تنطلق ثامنا. والمركز التاسع، المركز التاسع انذار محمد بن حمد الراعي الشيجة العامري هنا منطلقة تاسعا. وعاشري مراكزنا تأتينا أمجاد سالم بن حمد بن علي الدرعي على المركز العاشر، وراء أسماء، أسماء قادمة، أسماء منطلقة باحثة عن الفوز وعن الناموس خلف المراكز العشرة الأولى. زحف قادم أيضا من البكار هنا ثروة محمد بن سهير العوية العامري من غيرت على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. انطلقت بصدارة هذا الشوط بهذه اللحظات. المركز الثاني، المركز الثاني الذي فاجأتنا من الجانب الآخر المنطلقة بهذا التحدي هنا الوصول في هذه اللحظات مشاهدينا ومتابعينا الكرام. والقادمة، القادمة بهذا الانطلاق هنا أيضا التماس عبيد بن ربلي بن محمد العامري من تأتي على المركز الثاني. والمركز الثالث، المركز الثالث من الجانب الآخر شعار الدرعي من ينطلق على المركز الثالث، ولكن أرى التحديات. يا سلام، وصلت هناك من الجانب الآخر القادمة هنا الشبلة فالح بن ياسر بن فالح الشامسي بدأت تتسلل الشبلة من الجانب الآخر رويدا رويدا مع الكيلومتر الأخير هنا. الله الله التحديات. الشبلة، الشبلة غيرت موازين هذا الشوط رأس على عقب انتزعت الصدارة فالح بن ياسر بن فالح الشامسي على المقدمة. والمركز الثاني يا سلام المفاجأة من الجانب الآخر هناك المنطلقة هنا أيضا
ايضا نوضه 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 علي بن محمد بن سعيد السودين انطلقت على الصداره على المقدمه على المركز الاول وصداره هذا الشوط. هنا المسك علي بن سامي بن سالم العمري على المركز الثالث والمركز الرابع. المركز الرابع هنا قطنا قطنا لسلطان بن ناصر بن سعيد لويسي تاتينا، ولكن الشبله المسيطره على زمام الامور على الصداره. الشبله فالح بن ياسر بن فالح الشامسي بقياده محمد على الصداره على المقدمه وعلى المركز الاول. المركز الثاني المسك علي بن سلامي بن سالم العمري ان تاتينا، ولكن فالح هنا فالح بن ياسر بن فالح الشامسي فلح فالح بالفوز وبالناموس وبسياره هذا الشوط. سلام زاخر سلام لمدينه العين، تهانينا على فوز الشبله بالمركز الاول، تهانينا والناموس لسيد فالح بن ياسر بن فالح الشامسي، وتهانينا لسالم بن حمد المخيبي ايضا من تابعها بالفوز وبالناموس ولحظه وصولها الى خط النهايه. معلن الفوز والناموس. المركز الثاني قطنه من وصل في المركز الثاني لسيد سلطان بن ناصر العويسي. اما المركز الثالث مشاهدينا الكرام فكانت المسكه لعلي بن سلامي بن سالم العمري، وعلى المركز الثالث مشاهدينا الكرام دخول قوي مشاهدينا ومتابعينا الكرام بهذا الانطلاق والتحدي. هنا الانطلاق، هنا التحدي، ها هي اذا الشبله هنا بسبع دقائق سبات 18 ثانيه ثلاثه من الاجزاء من الثانيه توقيت الزمن. تهانينا فالح بن ياسر بن فالح الشامسي على هذا الفوز المميز الجميل ولحظه وصولها الى خط النهايه. معلنها الفوز هو الناموس منتزعه سياره هذا الشوط، بينما المركز الثاني هنا من غيرت في اللحظات الاخيره وانتزعت قطنه. المركز الثاني بسبع دقائق 20 ثانيه ست من الاجزاء من الثانيه، تهانينا والناموس السلطان بن ناصر بن سعيد العويسي، بينما المركز الثالث كان من نصيب المسك العلي بن سليمي بن سالم العمري بسبع دقائق 20 ثانيه سته من الاجزاء من الثانيه توقيت الزمن. تهانينا والناموس، تهانينا كل الفائزين بالمراكز الاولى في امسيه هذه الليله في هذا الحضور المميز الكريم. تهانينا والناموس للجميع.